وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا معانا السيد شايع بن شايع، وهو صاحب مؤسسة شايع بن شايع للعسل، وهي إحدى مشروعات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أهلا بك سيد شايع. أهلا وسهلا أخوي. يعطيك العافية أخوي على حسن استقبال فريقنا وحسن حياكم. حياكم الله. سيد شايع، فيك تخبرنا وتخبر السادة المشاهدين كيف كانت حياتك العملية داخل دولة الإمارات؟ حياتي العملية ابتديت بشغل مدير موارد بشرية في إحدى الشركات داخل الدولة لمدة 17 سنة، وفكرت أنه أنا أستقل نفسي وأبدأ طموحي اللي هي تجارة. فكانت من هواياتي طبعاً وحبي الدائم لشيء اسمه العسل، فبديت بتجارة العسل بدعم طبعاً من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ولله الحمد ما قصرت معي المؤسسة هذه، قدمت لي كل السبل والخدمات المتاحة، وفرت علي أشياء كثيرة، ولله الحمد الحين بديت بهاي التجارة صار لي تقريبا سنتين، والحمد لله أبدعت فيها. لكم التوفيق سيدي الكريم. طيب سيد شايع، ما شاء الله احنا شايفين عندكم شايع بن شايع للعسل، عندكم مواد كتيرة، عندكم عسل كتير، خبرنا وخبر برضو السادة المشاهدين ايه هي انواع العسل، ايه هي منتجاتكم اصلا؟ طبعا انا اشتهرت بشيء اسمه العسل الملكي اللي هو اجود وافخر انواع العسل، كمثال السدر. السدر هذا من منطقة اسمها العصيمات في اليمن، ونوفره طبعا على مدار السنه، هي قطفه واحده في السنه، وننتهز الفرصه ان احنا نوفره لزبايننا هنا في الامارات، كون ان هذا العسل نادر وقوي جدا، يتوفر طبعا من شهر 12 الى شهر 2 كانتاج، بس طبعا كمخزون تقدر تخزنه قد ما تريد، لان العسل لا يوجد له اي صلاحيه انتهاء دامك انت موفر للبيئه انه البيئه الملائمه للتخزين. كمثال درجه حراره اقل من 23، لا يتعرض لاشعه الشمس المباشره، ويجلس معاك العسل ان شاء الله اكثر من 100 سنه ما في اي مشكله. طيب سيد شايع، يعني افهم من كلام حضرتك ان انتوا كل المنتجات بتستوردوها من اليمن؟ نعم، كل منتجات العسل كلها. انتوا متخصصين في العسل الملكي وعسل الممتاز اللي يسموه عسل التربيه. ما انا كان سؤالي بقى الثاني اللي هساله لحضرتك، ايه انواع العسل اللي انتوا بتشتغلوا فيها كشركه او مؤسسه شايع بن شايع للعسل؟ والله شوف، انا كنت للامانه ما اتعامل الا يعني مع زبايني الا بنوعين عسل، الملكي سدر او سمر. فقلت اجرب مره واحده اللي هو العسل التربيه. طبعا العسل التربيه هو اذا كشخص بيستخدمه يستخدمه كبديل للسكر، يعني مع الشاي كمحلي يعني طبيعي. اما العسل الملكي اللي بياخذه وهو واثق منه انه هو كعلاج وكوقايه من كثير من الامراض، يعني هو مضاد للأكسدة، يعني أول شيء العسل مقوي للقلب، مضاد للأكسدة اللي تسبب أمراض السرطان نفسها، تمام. فعندك عسل السدر في منطقة نستورده من منطقة اسمها وادي العصيمات في اليمن، طبعا مشهور العصيمات بقوة إنتاج عسل السدر،
فالحمد لله نوفر أجود نوع، وطبعا هو أغلى عسل موجود على وجه الكرة الأرضية اللي هو عسل السدر اليمني. وطبعا نستورد العسل الثاني اللي هو عسل السمرة الملكي من حضرموت من وادي دوعن، وبرضه هو عسل قوي ومفيد نفس الكلام لأمراض القلب. أنا كمريض يعني سكري للأمانة أستخدم هذا العسل. أولا العسل يحرق الدهون، وإحنا كمرضى سكر نحتاج أنه شيء اسمه حرق دهون على أساس أنه نسبة السكر في الدم تنزل. فهذا ولله الحمد يعني حتى الدكاترة نفسها بتوصيك بالعسل الأصلي، أما كعسل تربي أو عسل عادي ما حد يوصيك فيه. ما شاء الله يا سيد شاعر، بجد حضرتك من النماذج اللي أنا شخصيا أفتخر بيها. كون حضرتك عندك مرض سكري من أصحاب الهمم زي ما حضرتك. ولله الحمد، وهذا الشيء الحمد لله بفضل الله ثم فضل الحكومة الرشيدة هذه ما خلتني أحس بهالشيء. طبعا الإرادة هذه فوق كل شيء، وطبعا حكومتنا ولله الحمد موفرت لي كل شيء، مش لي أنا، لكل فئات المجتمع، وصنفت كل فئة على حسب احتياجاتها. والحمد لله ما حسيت حتى أنه أنا من أصحاب الهمم أو شيء من هالكلام، بفضل توجيهات الحكومة نفسها وفرت، ما خلت أي شيء أحتاجه. يعني معاملاتنا باي أونلاين، بالتليفون، بالإيميل، نرسل لهم إيميل الطلبات على طول ما توقف. شو أريد أكثر من كذا؟ طيب أنا هرجع بقى مع حضرتك معلش للعسل تاني، وفوائد العسل لجسم الإنسان، وخصوصا في فترة زي الوباء اللي احنا شفناها أو أي أمراض موجودة عموما، والله تنصح الناس بإيه؟ طبعا العسل، شوف خاصة هالفترة هذه أنا ما أعرف ليش الناس غافلة عن موضوع شيء اسمه العسل، بس في فترة الوباء الحين يعني الناس قامت تقبل على العسل بشكل كبير. طيب أنت المفروض تعزز مناعتك من قبل وباء ولا غير وباء. العسل هو مقوي للمناعة، مفيد جدا للجسم، منشط للجسم، مكمل غذائي، في جميع الفيتامينات اللي يحتاجها الجسم، مقوي للكريات الدموية البيضاء والحمراء في نفس الوقت. ما شاء الله، هو العسل فعلا كله فوائد، والناس يمكن يعني عمرها ما غفلت عنها، بس مع فترة الأمراض الناس قربت أكتر للعسل. فدي نصيحة حضرتك للمشاهدين. نصيحة حضرتي أول شيء يا طويل العمر أنه إلزم بيتك مثل توجيهات الحكومة، نلتزم بكل القرارات والتوجيهات اللي تصدرها الحكومة قبل الشعب والجمهور. ثاني شيء كمكمل غذائي ووقائي العسل، في عندي أنا اللي هو يسموه خلطة مثل العطارين، يعني معروفة من زمان، مكملة غذائية وفي نفس الوقت وقائية ومحفزة لأنها تقوي المناعة. وبرضو هاللي اشتهرت فيها أنا في الفترة الأخيرة الخلطات، خلطة الربو، خلطة السكري. فالحمد لله أنا أجربها على نفسي أنا وأجربها على أولادي نفسهم. هي كل الحاجات دي طبعا عشان بس نأكد للسادة المشاهدين مش معالجة، هي مساعدة، هي مساعدة فقط وليست علاج، هي وسيلة لرفع المناعة في جسم الإنسان، تمام؟ وهي طبعا علاج لما ذكر في القرآن وفيه شفاء للناس، ولكن ليس 100% أنه العسل راح يشفيك إلا بإذن الله طبعا. ونعم بإذن الله. ونعم.
طيب سيد شايع ما شاء الله، يعني انا انت حضرتك سبقتني، كنت هسأل حضرتك، انت دلوقتي المنتجات لما بتجي لك من اليمن سواء العسل السدر السمر اي عسل بيجي لك، هل انتوا بتحطوا الخلطات بتاعتكم حضرتك بتبقى تشرف عليها بحيث توصل العسل لاحسن منتج؟ نعم انا اللي اسوي الخلطه شخصيا، لانه احنا كرخصه انطلاقه ما يسمحون لنا احنا نكفل حد عليها او اني اجيب حد من خارج، انا اللي اشتغل فيها شخصيا. فمكوناتها هي مواد خام من الدرجه الاولى، لا انها مواد رديئه او شيء، لا بالعكس. طبعا اول ما بديت انا شغلي وقبل لا ابدا شغلي تعهدت، وهذا كان عهد وميثاق بيني وبين رب العالمين، انه ما يدخل الغش تجارتي نهائيا. ولله الحمد الله وفقني وبارك لي في تجارتي. كالخلطة أنا أشرف عليها شخصيا وأنا اللي أسويها بمواد عالية الجودة، كمثال البروبلس اللي هو العكبر، طبعا هو كأقوى مضاد حيوي موجود في العالم، اللي هو مواد اللي هو مضاد حيوي طبيعي، تمام. له فوائد كثيرة طبعا، البروبلس اللي هو العكبر، طلع النخيل، الجينسينج، كل المواد اللي موجودة اللي قاعدين نستخدمها الحمد لله درجة أولى وفاخرة. فيستغربوا البعض ليش العسل عندك غالي، هو مش غالي. لو لاحظت أنت شفت طبعا في اسعار تختلف، انت تختار العسل الملكي مع الخلطه بيجيك غالي، والحمد لله هو قوي جدا كرفع المناعه يرفع المناعه. وانا اقول لزبوني اذا العسل ما ناسبك او الخلطه ما ناسبتك، خلال اسبوع خلال 5 ايام من حقك انك تتصل فيني وترجع المنتج وتستلم فلوسك نفس الوقت. نعم هذا الشيء طبعا انا ما اريد اخسر زبون. ثاني شيء الزبون نفسه انا اريده يكون مرتاح، انا ما اريد الزبون يتذمر في شيء. هو يقول لي 1 2 3 عندي، اقول له علاجك كذا كذا كذا. كمثال اللي يجي يقول لي والله انا عندي ربو، انا ما عندي علاج للربو، انا عندي شيء يساعدك انك تتخلص منه في أقرب وقت إن شاء الله. وهذا الشيء قلت لك إياها من أول، جربته على نفسي أنا، كان عندي ربو اللي هي الحساسية تبعت الصدر، والحمد لله بفضل من الله الخلطة هذه استخدمتها على نفسي، استخدمتها على ابني محمد عمره الحين 12 سنة، وفايدته أكثر من الأدوية نفسها الحمد لله. عشان كده يعني حضرتك فاتح مشروع واخد دعم اصحاب الهمم، عامل حاجه كبيره. عايزين من حضرتك كلمه ونصيحه للشباب، لان حضرتك فعلا من النماذج اللي لازم الناس كلها تبص عليها. قالها الشيخ محمد بن راشد الله يطول في عمره، نحن لا نقبل الا برقم واحد. وهذه طبعا نظريتي حطيتها نصب عيوني، ان طموحي عالية جدا ولا يوجد لليأس مكان عندنا. بإذن الله طموحي انا اكون الرقم واحد في هذا المشروع. وتوجه الشباب بكذا؟ اكيد، اي مش مشروع، هذا المشروع اوجه الشباب بشيء اسمه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. أبناء زيد فعلا أدى المقولة وبيعملوا بها. نعم ولله الحمد. الله يكرمك.
طيب سيد شيا، في نهاية لقائي أكيد قصة نجاح كبيرة ومميزة زي دي كان في حضرتك شركاء وداعمين للنجاح، ممكن توجه لهم برسالة أو كلمة شكر من خلال برنامجنا رواد النجاح؟ أوجه الشكر أول شيء للحكومة الرشيدة اللي وفرت لنا كل هذه، يعني سخرت لنا كل شيء على أساس إنه نبدأ كمشروع صغير ومتوسط. نبدأ فتنجح. نعم، لكن أشكر شخص أقدر أشكره. أشكر الكلمة لحضرتك، تشكر الشخص اللي أشكر السيد والأخ محمد راشد بن غدير، ثقته فيني الحمد لله وبالمنتج اللي وياي، هو كان أول داعم لي، ومع مرور الوقت اللي أقدر أقول له إياه ألو مرغم نجحت ولله الحمد، اللي خلطت ألو مرغم. وإحنا في برنامج رواد النجاح بنشكر السيد راشد وأي شخص كان داعم لحضرتك. أبو راشد، محمد راشد. أبو راشد وأي شخص كان داعم لحضرتك في قصة نجاحك الكبيرة والمميزة دي. أكيد. طيب قبل ما أختم برضو مع حضرتك، أكيد مش هننسى دور فضل دولة الإمارات علينا كأمن وأمان كسلام. ولله الحمد. شكرا الله يحفظهم. قلت لك إياها من أول، أنا أشكر الحكومة الرشيدة هذه اللي وفرت للمواطن والوافد اللي افتقرت كثير من البلدان اللي هو الأمن والأمان. نشكر طبعا الصف الأول اللي هو اللي موجودين الحين في هالحالة اللي احنا فيها الحرجة هذه، نشكرهم جزيل الشكر، الدكاترة، الممرضين، اي حد بيضحي بنفسه عشان الشرطة، برضو الشرطة لهم جزيل الشكر، الشرطة، الدفاع المدني، كلهم يقوموا بمجهود جبار للأمانة. طبعا، وطبعا كل ده بقيادة شيوخنا الله يحفظهم وسهرهم وتعبهم عشان راحة المواطنين والمقيمين. هذه رؤية أبونا زايد الله يرحمه. الله يرحمه. بإذن واحد أحد أن دائما نحن كنا ولا زلنا وراح نكون إلى أبد الأبدين البيت متوحد. طبعاً. وهذا الشيء ما حد يقدر ينكره من جميع مناطق الدولة ولله الحمد. طبعا بنشكر حضرتك على حسن اللقاء هذا أستاذ شايع بن شايع، ومتشكرين على الكلام الطيب اللي حضرتك قلته واللقاء الجميل ده. بالعفو. أنا سعيد بشخصيا. شكرا، وأنا اللي أسعد الحمد لله، وحابب أوصل هذه الرسالة مثل ما قلت سلفا للشباب، لا تيأسوا مهما كانت الظروف. لا يوجد شيء اسمه يأس، بالذات في نظر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وإحنا رسالتنا بنضم صوت حضرتك بدعم هذا الشباب. كان معنا ومعاكم اليوم السيد شايع بن شايع، وهو صاحب مؤسسة شايع بن شايع للعسل، وهي أحدى مشروعات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. شكرا لك مرة تانية سيد شايع. عفوا وحياكم الله. حياك الله. في نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.